ضربة قاضية من حمدي النقاز للزمالك وفنكوش صفقة القرن عبد الله السعيد للمرة الثانية، وبيراميدز بيرد وبيخطف بن شرقي من الزمالك، وانفراد صراع الاهلي والزمالك على صفقة جديدة، وفرمان الكابتن محمود الخطيب ضد بيراميدز، وانهاء ضم حارس مرمى جديد للنادي الاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، معاكم محمد رفعت على قناة كورة سبورت. حلقتنا النهاردة إن شاء الله في الجزء الأول من الحلقة هنتكلم فيه عن كل أخبار النادي الأهلي كالعادة، في الجزء الثاني من حلقتنا هنتكلم فيه عن أخبار نادي الزمالك، لكن في البداية تعالى نبدأ الحلقة زي ما احنا متعودين دايما بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات، كمان اطلع دوس لايك الفيديو وانزل اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد حلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة. وتعالى نبدأ حلقتنا من أخبار النادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي بيدرس مد فترة الراحة للاعبين 3 أيام جديدة. لويس ميكيسوني النهاردة في تصريحاته للنادي الأهلي فخور جدا بالانضمام لنادي القرن وجاهز للتحدي والمشاركة في كأس العالم للأندية، حلم لكل اللاعبين وتطلع لمشاركتي الأولى في مونديال الأندية بقميص نادي القرن النادي الأهلي. النهاردة النادي الاهلي بيرفض تماما تجديد عارة شادي رضوان ومحمد فخري لنادي البنك الاهلي، والثنائي بيقترب بشدة من الانضمام لنادي الجونة لمدة موسم على سبيل الاعارة. النادي الاهلي بيرفض تماما اعارة الثنائي او تجديد الاعارة لنادي البنك الاهلي بعد ما الاثنين يعني تم اعارتهم لمدة موسم كامل والاثنين ما شاركوش نهائي مع البنك الاهلي، اعارة بدون فايدة. فالنادي الاهلي يعني متضايق جدا وفي حالة من الغضب، احنا طلعنا واحد زي شادي رضوان من افضل الناشئين ومن افضل اللعيبه الصاعده في العالم، مش في افريقيا ولا في مصر بس، واللاعب ما خدش فرصه، فاحنا كده مش بنستفيد من الاعاره واللعيبه زيها زي ما تكون موجوده في النادي الاهلي ما بتشاركش. فالنادي الاهلي بيرفض تماما اعاره اللاعبين لنادي البنك الاهلي. النهارده نادي فيوتشر اف سي بيطلب ضم الثنائي المصري البورسعيدي كريم العراقي واحمد شوشه مقابل 16 مليون جنيه، ويبدو ان صفقه كريم العراقي بتبعد جدا عن نادي الزمالك خصوصا بعد تألق حمدي النقاز، وكمان عندك حازم امام، وفي كلام على عوده مش تألق حمدي النقاز تألق المسلوسي وعوده حمدي النقاز. الكابتن احمد شوبير النهارده بياكد فشل المفاوضات ما بين نادي الاسماعيلي والكابتن ايهاب جلال، ويبدو ان الكابتن ايهاب جلال ممكن يكون مدير فني لنادي بيراميدز خلال ايام، لان الراجل كان متفق مع بيراميدز على كل حاجه، لكن الايام الجايه الموضوع يتحسم بشكل نهائي. تقارير صحفيه، الكابتن محمود الخطيب قرر عدم بيع او اعاره ناصر ماهر الى نادي بيراميدز بسبب مطالبهم الغير معقوله في صفقه ابراهيم عادل. من وجهه نظري قرار صحي جدا، طالما بيراميدز بيحاول يبالغ وبيرفض يبيع لاعبه وبيتعامل مع النادي الاهلي بشكل سيء جدا في صفقه ابراهيم عادل، فانا زي ما هم طلبوا انا هطلب. انتوا عايزين ناصر ماهر وفي صراع من بيراميدز ورغبه كبيره جدا من اجل التعاقد مع اللاعب، طب خلاص انت عايز ناصر ماهر هات لي ابراهيم عادل، هات لي اي لاعب كبير عندهم نبدل، زي ما هم طلبوا محمد شريف وحمدي فتحي من اجل ابراهيم عادل، انا اطلب 2 لعيبه وثلاث لعيبه كمان والمعامله تكون بالمثل، هتعاملني بشكل كويس ومقبول، انا هعاملك بنفس الاسلوب، هتعاملني بمبالغه وكلام مش منطقي فانا هعامله بنفس الاسلوب. طلب قبل كده 40 مليون جنيه من اجل ابراهيم عادل، اطلب 50 مليون جنيه من اجل ناصر ماهر طالما المعامله بنفس الاسلوب، وناصر ماهر لا يقل تماما عن ابراهيم عادل، واللاعب يعني خبره اكبر بكتير جدا من ابراهيم عادل. محمود فتح الله النهارده في تصريحات جديده مستحيل اوافق على رحيل عبد الله السعيد او ابراهيم عادل، عبد الله السعيد دايما عنده طموح يلعب على البطوله، وارى مقومات البطوله موجوده دلوقتي في فريق بيراميدز باللاعبين الموجودين، مع قدوم ثلاثي النادي الاهلي الى نادي بيراميدز سقف طموحنا اصبح عالي جدا، رمضان صبحي من افضل اللاعبين في مصر ومستقبل للمنتخب المصري. مصدر من النادي الاهلي، خلال ساعات قليله جدا هيتم اتمام صفقة محمد بسام خليفة محمد الشناوي للنادي الاهلي، لاعب متمسك جدا بالنادي الاهلي وكان ليه تصريح قبل كده ان هو مستعد يجي النادي الاهلي وما عندوش مشكلة ان هو يقعد دكة لمحمد الشناوي، لكن بيتمنى الانضمام للنادي الاهلي. يبدو ان صفقة محمد بسام قربت جدا من النادي الاهلي، وشكلها كده مصطفى شوبير هيطلع اعارة، وده في صالح النادي الاهلي وكمان في صالح مصطفى شوبير انه يطلع ويشارك، لان وجوده في النادي الاهلي مش هيخليه يشارك ومش
اخليه ياخد فرصه وهيكون موجود دك على الفاضي ومش هنقدر نستفيد منه، فاحنا عايزين نشوفه وكمان يكون عندك بديل قوي زي علي لطفي ومحمد بسام. هيكون في صراع الفتره الجايه على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي، ده هيخلي كمان احمد او محمد الشناوي يتالق افضل ويكون مركز افضل بدل ما هو ملوش بديل دلوقتي في النادي الاهلي. احمد عاطف مهاجم نادي وادي دجله، تلقيت عرضين من الاهلي والزمالك والقرار النهائي في ايد نادي وادي دجله. وكيل مروان محسن، مروان لم يفسخ عقده مع النادي الاهلي ولسه متبقي له موسمين، ونسبة مشاركته الموسم الجديد مع التعاقدات الجديدة ستكون ضعيفة جدا، ومن مصلحته ان هو ما يستمرش مع النادي الاهلي. وبيأكد وكيل اعماله نادي فيوتشر اف سي كوكاكولا السابق وسيراميكا كليوباترا عندهم رغبة كبيرة جدا في التعاقد مع اللاعب في الانتقالات الصيفية الحالية. اتمنى ان مروان محسن يخرج من النادي الاهلي وكفاية لحد كده يا مروان. مصدر بي النادي الاهلي، عقد محمد محمود لاعب وسط النادي الاهلي جلسة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وطلب فيها البقاء مع النادي الاهلي في الموسم الجديد وعدم اعارته حتى يتمكن من اثبات نفسه حجز مكان اساسي في الفريق. محمد محمود صفقة تقيلة جدا، لو اللاعب قدر يرجع لمستواه هيكون اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي، واتمنى ان هو يرجع فعلا ويكون يعني صفقة تفيد النادي الاهلي، خصوصا ان هو البديل الوحيد لعمرو السولية في النادي الاهلي. تقارير صحفية، نادي فيوتشر اف سي يقترب جدا من اتمام صفقة المهدي سلمان بعد خروج اللاعب من حسابات النادي الاهلي مؤخرا. تقارير صحفية، مصطفى شوبير في طريقه للاعارة لنادي فيوتشر اف سي لمدة موسم. كمان تقارير صحفية، رئيس شركة النادي الاهلي ياسين منصور يقود المفاوضات مع سالم الشمسي شخصيا من اجل انهاء صفقة ابراهيم عادل للنادي الاهلي. كان في تقرير قبل كده بعته ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الى الادارة العليا بالامارات بيطلب فيه عدم بيع ابراهيم عادل للنادي الاهلي نهائيا. كمان اخبار نادي الزمالك اللي معانا النهارده، باتريس كارترون بيرفض الاستغناء عن محمد عبد الغني ورحيله عن نادي الزمالك. كمان النهارده بيراميدز في بيان رسمي، من غير المقبول الحديث في وسائل الاعلام من جانب مسؤولي نادي الزمالك بشان قائد الفريق عبد الله السعيد والاشاره الى مفاوضات غير حقيقيه، النادي لن يقبل التفاوض بشان قائده وهذا الباب مغلق نهائيا. مصدر من نادي بيراميدز الموقع في الجول، سنتقدم بطلب لمحاولة ضم أشرف بن شرقي من نادي الزمالك في حالة أعلنوا فشل مفاوضات تجديد عقده. كمان خالد الغندور، الزمالك يرفض التفريط في محمد ونجم نهائيا بعدما تلقى عرض من نادي إماراتي. محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، بعد أن أتممنا الاتفاق مع الزمالك من أجل ضم رزاق سيسي نهائيا، اللاعب رفض وعنده رغبة في اللعب خارج مصر. المصري اليوم النهارده، تعثر مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز بعد جلسة طويلة جدا دامت لمدة 5 ساعات، اللاعب رفض فيها نهائيا التنازل عن القضية اللي قدمها ضد الزمالك في الفيفا. كمان الزمالك بيطلب رسميا ضم محمد عبد العاطي واحمد عاطف من دجلة، ومصدر من دجلة، طلبات دجلة المادية هتكون مرتفعة جدا. وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا ونهاية اخبارنا، اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله. كان معاكم محمد رفعت، سلام عليكم.